مجموعة حلقات هذا هو الحسين، إنها محاولة لإعادة قراءة الحسين وفقا لمنهج محمد وآل محمد صلوات الله عليهم، بعيدا تمام البعد عن منهج المقصرة البتريين مراجع النجف وكربلاء الأموات منهم والأحياء. إنهم في التقصير العقائدي والبترية العقائدية على حد سواء. الحلقة الحادية بعد المئتين. يا حسين. البرنامج الذهبي. إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني. الزبدة الذهبية. أعرف إمامك وعرف بإمامك. المعرفة الذهبية. إمامك دينك ودينك إمامك. العبادة الذهبية. رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك. البراءة الذهبية. طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك. هذا هو الجزء الثالث من عنواننا الكذبة الكبرى التي كذبها علينا مراجع النجف وكربلاء فيما يرتبط بصلاح حال الأمة بعد مقتل الحسين صلوات الله وسلامه عليه. مر علينا في الجزئين المتقدمين ماذا قال محمد وآل محمد صلوات الله عليهم، وخلاصة القول الأمة بعد مقتل الحسين ارتدت. ولن أفصل في هذا الموضوع لأنني قد فصلت القول فيه في الحلقتين المتقدمتين. الأمة ارتدت، لقد قتلوا بقتلك الإسلام، هكذا جاء في زيارة الناحية المقدسة التي وردتنا عن إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه، نخاطب الحسين بهذا الخطاب: لقد قتلوا بقتلك الإسلام. الأمة ارتدت عن دينها بعد مقتل الحسين، واستمر الفساد والإفساد، واستمر الضلال والإضلال، وسيبقى مستمرا إلى زمان ظهور الحجة بن الحسن. وقد جئتكم بالأحاديث التي تخبرنا عن
سوء حالي، نواصبي سقيفة بني ساعدة، وعن سوء حالي نواصبي سقيفة بني نجف، فمراجع النجف وكربلاء أضر على شيعتي من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. مر هذا الكلام كله ولا أريد أن أعيده بتفاصيله. هذا هو الجزء الثالث تحت نفس العنوان، العنوان الكذبة الكبرى التي كذبها علينا مراجع النجف وكربلاء. فقالوا لنا من أن حال الأمة قد صلح بعد مقتل الحسين، بينما حالهم هم حال المراجع أنفسهم حال فاسد ومفسد، وهم يعيشون ضلالا وإضلالا للشيعة لأنهم نقضوا بيعة الغدير وذهبوا غاطسين في العيون الناصبية القذرة الكدرة. سأبدأ معكم تطبيقات حتى نعرف الواقع الشيعية في رؤوسه في مراجعه. التطبيق الأول، سأعرض لكم معرفة محمد باقر الصدر بالحسين، هذه كتبه، لن أقرأ التفاصيل بكاملها لأن الوقت لا يكفي، وإذا أردت أن أقرأ التفاصيل بكاملها فإنني سأحتاج إلى عدة حلقات حتى أتمكن من قراءة ما أريد أن أشير إليه في هذه الكتب. أولا، في برامج سابقة لقد قرأت كل هذا وبالتفصيل، هناك حلقات خاصة في برامجي المتقدمة عن كل كتب محمد باقر الصدر، وقد وقفت عندها وفصلت القول فيها، يمكنكم أن تعودوا إلى تلك الحلقات المتخصصة والمختصة بكتب محمد باقر الصدر، هذا أولا. وثانيا، أنا سأذكر لكم أسماء الكتب وسأقرأ شيئا منها على سبيل المثال والأنموذج، وأشخص لكم أرقام الصفحات، بإمكانكم أن تعودوا إلى تلك الكتب، سأحدثكم عن مضمونها بشكل إجمالي، أقرأ شيئا يسيرا منها وأشير إلى أسمائها، والكتب موجودة على الطاولة أمامي. إذا أردتم التفصيل فعودوا إلى برامجي السابقة. إذن التطبيق الأول، نطبق عملية بحث عن معرفة محمد باقر الصدر بالحسين، عن عقيدته بالحسين. لأن مجموعة الحلقات هذه عنوانها هذا هو الحسين، ومراجع النجف وكربلاء كذبوا علينا حين قالوا من أن حال الأمة قد صلح بعد مقتل الحسين، وهذا يعني أنهم لا يعرفون الحسين ولا يعرفون مشروع الحسين، فهم كذابون دجالون الذين لا يعرفون الحسين لا يعرفون صاحب الأمر، فكيف صاروا نوابا له؟ كذابون دجالون.
أخذت لكم محمد باقر الصدر مثالا، تعالوا معا كي نتصفح كتبه بحثا عن معرفته بالحسين. ماذا يعرف محمد باقر الصدر عن الحسين؟ الفتاوى الواضحة، الرسالة العملية لمحمد باقر الصدر التي كتبها لمقلديه في بداية الرسالة، كتب فصولا في أصول الدين، وهو قال في مقدمة هذه الفصول من أن بعض العلماء الأعلام وأن عددا كبيرا من طلبة الحوزة ومن سائر المؤمنين طلبوا منه أن يكتب لهم العقائد التي يجب على الشيعي أن يعتقد بها، يجب على مقلدي محمد باقر الصدر أن يعتقدوا بها، فكتب لهم هذه الفصول في أصول الدين. أصول الدين عند محمد باقر الصدر بحسب ما كتبه في مقدمة الفتاوى الواضحة، أصول الدين عنده ثلاثة: المرسل وهو الله، والرسول وهو محمد، والرسالة. الرسالة التي لها جملة من الخصائص، واحدة من هذه الخصائص هناك أئمة 12، وأيضا من جملة الخصائص هناك مراجع للتخليد، فكأن هذه الخصيصة تساوي تلك الخصيصة. على أي حال، هذا المنطق هو منطق حسن البنا ومنطق سيد قطب. فأصول الدين عند حسن البنا وعند سيد قطب، وبالذات عند سيد قطب، إذا أردنا أن نعود إلى أهم كتبه، إلى تفسيره في ظلال القرآن، فإن أصول الدين عنده المرسل الله، والرسول محمد، والرسالة. بالضبط هذه أصول الدين عند سيد قطب، وهي أصول الدين عند محمد باقر الصدر التي وضعها في مقدمة رسالته العملية الفتاوى الواضحة. سأعود إلى هذا الموضوع إن وجدت فرصة في هذه الحلقة. حديثنا عن جد الحسين، عن محمد صلى الله عليه وآله، هذه الطبعة طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان. في صفحة 65 يبدأ الحديث عن أمية النبي، ومن أنه ما كان يحسن القراءة والكتابة. صفحة 65: فلم يكن قبل البعثة يقرأ ويكتب، ولم يتلقى أي تعليم منظم أو غير منظم. الكلام طويل، قلت لكم لا أستطيع أن أقرأ كل الكلام، يمكنكم أن تعودوا إلى الكتاب الذي أقرأ منه، أو يمكنكم أن تعودوا إلى برامجي السابقة التي قرأت فيها كل الكلام. فلم يكن رسول الله قبل البعثة يقرأ ويكتب، ولم يتلقى أي تعليم منظم أو غير منظم. في صفحة 66: ولم يتيسر له، للنبي، ولم يتيسر له بحكم عدم تعلمه
للقراءة والكتابة أن يقرأ شيئا من النصوص الدينية لليهودية أو المسيحية، والكلام هو هو في الصفحة 67، وقد جاء كل ذلك أي جاء القرآن على يد إنسان أمي في مجتمع وثني شبه معزول لا يعرف من ثقافة عصره وكتبه الدينية شيئا يذكر. هذا وصف للمجتمع وهو وصف للنبي أيضا، لأن النبي كان جزءا من ذلك المجتمع. وقد جاء كل ذلك على يد إنسان أمي، هذا الإنسان الأمي في أي مكان؟ في مجتمع وثني شبه معزول لا يعرف من ثقافة عصره وكتبه الدينية شيئا يذكر، فضلا عن أن يكون بمستوى القيمومة والتصحيح والتطوير. فهذا هو المجتمع الذي كان فيه رسول الله وهو جزء منه. وقد جاء كل ذلك على يد إنسان أمي في مجتمع وثني شبه معزول لا يعرف من ثقافة عصره وكتبه الدينية شيئا يذكر، إلى آخر كلامه. فمحمد أمي لا يحسن القراءة والكتابة بهذا المستوى في هذا المجتمع الوثني شبه المعزول لا يعرف من ثقافة عصره وكتبه الدينية شيئا يذكر. هذا وصف للمجتمع، وبالتالي سيتسرى هذا الوصف لمحمد صلى الله عليه وآله. هذا في الرسالة العملية، فهو لم يطرح هذا الكلام للمناقشة، وإنما طرحه لأجل أن يعتقد به مقلدوه، فإنني أقرأ من رسالته العملية. وهذا الكلام موجود أيضا في كتاب آخر من كتبه، المدرسة القرآنية، طبعة مكتبة سلمان المحمدي، صفحة 282 وما بعدها. إن القرآن بشر به وأعلنه على العالم فرد من أفراد المجتمع المكي. ما هو وصفه هذا الفرد؟ ممن لم ينل ما يناله حتى المكيون من ألوان التعلم والتثقيف، فهو أمي لا يقرأ ولا يكتب. بحسب هذا المنطق فإن أبا سفيان كان أكثر ثقافة من رسول الله، لأنه كان يقرأ ويكتب، وكان يسافر إلى بلاد اليمن وإلى بلاد الشام وإلى بلاد الروم وإلى بلاد الحبشة، كان يسافر إلى مختلف البلدان التي تحيط بالمنطقة العربية. هذا هو منطق محمد باقر الصدر، إنني أقرأ من كتابه. إن القرآن بشر به وأعلنه على العالم فرد من أفراد المجتمع المكي، ممن لم ينل ما يناله حتى المكيون من ألوان التعلم والتثقيف، فهو أمي لا يقرأ ولا يكتب، إلى أن يقول في صفحة 283 في وصف النبي: فرد أمي لم يشارك حتى في ثقافة
مجتمعه بالرغم من بساطتها. تقبلون هذه الأوصاف على رسول الله؟ أنتم ماذا تقولون؟ هذه رسالته العملية وهذا كتابه المدرسة القرآنية الذي يطبل له أتباعه من أنه يمثل منهجه في التفسير القرآني. وسأعود إلى منهجه القطبي الناصبي في تفسير القرآن، إنه منهج ناقض لبيعة الغدير بدرجة 100%، كحال بقية مراجع النجف وكربلاء، إنهم ناقضون لبيعة الغدير، هذا هو حالهم. هذا الكتاب علوم القرآن لمحمد باقر الحكي، وهو من أبرز تلامذة محمد باقر الصدر. هذا الكتاب في أصله محاضرات كتبها محمد باقر الصدر لكي تدرس في كلية أصول الدين في كلية حزب الدعوة التي كانت في بغداد، والتي كان يشرف عليها مرتضى العسكري. محمد باقر الحكيم كان يأخذ المحاضرات التي يكتبها محمد باقر الصدر في النجف ويذهب إلى كلية أصول الدين في بغداد كي يلقي تلك المحاضرات، وبعد ذلك أكملها محمد باقر الحكيم وأصدرها في كتاب عنوانه علوم القرآن. علوم القرآن كتاب في أصله محاضرات كتبها محمد باقر الصدر، وهذا الكلام يذكره محمد باقر الحكيم في المقدمة. هذه محاضرات كنت قد وفقت لإلقائها على طلبة كلية أصول الدين إلى آخر كلامه، ويشير إلى أن المحاضرات كتبها محمد باقر الصدر، ثم يقول: وقد أكملت المنهج للسنوات الأخرى. أكمل على نفس المنهج الذي كتب وفقا له محمد باقر الصدر، وهو منهج ناقض لبيعة الغدير بدرجة 100%، إنه منهج قطبي ناصبي صرف. الكتب موجودة، وسأعود إلى هذا الكلام. وأدل دليل هذا حديثه عن أمية رسول الله بهذا الأسلوب السيء. الكلام هو موجود في صفحة 126، صفحة 127، يتحدث عن رسول الله من أنه فرد من أفراد المجتمع المكي ممن لم ينل ما يناله حتى المكيون من ألوان التعلم والتثقيف، فهو أمي لا يقرأ ولا يكتب. هذا جد الحسين عند محمد باقر الصدر. آل محمد ماذا يقولون؟ هذا علل الشرائع لشيخنا الصدوق في الجزء الأول، باب 105، رقم الحديث 1. في الجزء الأول، باب 105، صفحة 102، أقرأ من الحديث الثاني وأعود بعد ذلك إلى الحديث الأول. إذا رجعتم إلى برامجي فإنني قد قرأت الأحاديث كاملة، لكنني طلبا للاختصار سأقرأ منها ما يرتبط بحاجتي في هذه الحلقة.
الحديث الثاني أحد أصحاب إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه يقول له من أن الناس هكذا يقولون، يقولون إن رسول الله ما كان يحسن القراءة والكتابة، فماذا قال الباقر صلوات الله عليه؟ كذبوا لعنهم الله. هذا ما يقوله محمد وآل محمد، وهذا ما يقوله مراجع النجف، مراجع النجف عموما، الخوئي يقول ذلك، الطوسي يقول ذلك، محمد الشيرازي يقول ذلك، الجميع، السيستاني يقول ذلك، المراجع، مراجع النجف وكربلاء، كتب تفسيرهم كلها تقول بذلك. هم ناقضون لبيعة الغدير، هؤلاء ما هم بشيعة لعلي وآل علي. فالباقر يقول عن الذين يقولون من أن رسول الله كان لا يحسن القراءة والكتابة كذبوا لعنهم الله. هذا الحديث الثاني. الحديث الأول في نفس الباب عن إمامنا الجواد، أيضا السائل يسأل الإمام الجواد عن المسألة نفسها، عن أن الناس يقولون من أن تسمية رسول الله بالأمي لأنه لا يحسن القراءة والكتابة. الأئمة يبينون لنا من أن سبب تسميته بالأمي نسبة إلى أم القرى، هذا أمر واضح في أحاديثهم. فسائل يسأل الإمام الجواد يا ابن رسول الله الناس هكذا يقولون من أن رسول الله لا يحسن القراءة والكتابة، فماذا قال الإمام الجواد؟ كذبوا عليهم لعنة الله. إمامان معصومان يعلنان كذب مراجع النجف وكربلاء ويعلنان اللعنة عليهم. هذه أحاديث الأئمة، هذه أحاديث أئمتنا التي نعرفها على الأقل بالنسبة لي. أنا أقطع قطعا كاملا يقينيا بأن هذه الأحاديث أحاديثهم. لا تريدون أن تقبلوا، لا تعبؤون بكلامي، ذلك أمر راجع إليكم وتلك مشكلتكم. لكنني حين أقيم مراجع النجف وكربلاء أقيمهم وفقا لموازين أهل البيت، لا وفقا لتحليل سياسي ولا وفقا لدعايات وأكاذيب مثل ما يفعلونهم مع الذين يخالفونهم. هذه موازين أهل البيت. الإمام الباقر يقول عن الذين يعتقدون أن رسول الله لا يحسن القراءة والكتابة، يقول عنهم كذبوا لعنهم الله. والإمام الجواد كذلك يقول كذبوا عليهم لعنة الله. كلام الإمام الجواد أشد وأقوى، وقد بينت هذا في البرامج السابقة. أنا هنا في مقام الإيجاز والاختصار. هذا جد الحسين، ما جد الحسين هو الذي يقول حسين مني وأنا من حسين، فالذي يعرف الحسين لابد أن يعرف جد الحسين. هذه صورة، صورة سريعة عن جد الحسين عن محمد صلى الله عليه وآله في كتب محمد باقر الصدر وفي كتب تلامذته وفي الكلية التي خرجت لنا ما خرجت من قيادات حزب الدعوة، حيث درسوا هذه العقائد الناصبية التي يصفها الأئمة بالكذب وبلعنة الذين يعتقدون بها. ما هكذا قال الأئمة، وقرأت عليكم الأحاديث، وهذه نماذج. القضية أعمق بكثير.
نذهب إلى فاصل. عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال: سمعت الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام يقول: إن لصاحب هذا الأمر غيبة لا بد منها يرتاب فيها كل مبطل. فقلت له: ولما جعلت فداك؟ قال: لأمر لم يؤذن لنا في كشفه لكم. قلت: فما وجه الحكمة في غيبته؟ فقال: وجه الحكمة في غيبته، وجه الحكمة في غيبات من تقدمه من حجج الله تعالى ذكره. إن وجه الحكمة في ذلك لا ينكشف إلا بعد ظهوره، كما لا ينكشف وجه الحكمة لما أتاه الخضر عليه السلام من خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار لموسى عليه السلام إلا وقت افتراقهما. يا ابن الفضل، إن هذا الأمر أمر من أمر الله، وسر من سر الله، وغيب من غيب الله. ومتى علمنا أنه عز وجل حكيم صدقنا بأن أفعاله كلها حكمة، وإن كان وجهها غير منكشف لنا؟ كان الحديث عن جد الحسين. أنقل الحديث إلى والد الحسين، إلى أبي الحسين، إلى علي صلوات الله وسلامه عليه. ماذا يقول محمد باقر الصدر في كتابه بحوث في شرح العروة الوثقى، وهذا هو الجزء الثالث، والجزء السابع من المجموعة الكاملة لمؤلفاته، دار التعارف للمطبوعات، صفحة 320. في سياق حديثه عن إمامة علي وآل علي، أن المراد بالضروري الذي ينكره المخالف إن كان هو نفس إمامة أهل البيت، فمن الجلي أن هذه القضية لم تبلغ في وضوحها إلى درجة الضرورة. يعني أن النبي صلى الله عليه وآله لم يبلغ الأمة بإمامة علي وآل علي، النتيجة هي هذه. أن المراد بالضروري الذي ينكره المخالف إن كان هو نفس إمامة أهل البيت، ماذا يقول محمد باقر الصدر؟ فمن الجلي أن هذه القضية لم تبلغ في وضوحها إلى درجة الضرورة. ولو سلم بلوغها حدوثا في زمان النبي تلك الدرجة، فلا شك في عدم استمرار وضوحها بتلك المثابة لما اكتنفها من عوامل الغموض. هذا كله تخريج ودفاع
في النتيجة النهائية عن سقيفة بني ساعدة. هذه هي النتيجة النهائية. فإما أن رسول الله لم يبلغ، وبالتالي فإذا كان رسول الله ما بلغ الأمة، إذن بنص القرآن ما بلغ رسالته، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وإذا كان رسول الله قد بلغ فإن الحجة قد قامت، فلماذا هذا الدفاع عن سقيفة بني ساعدة؟ هو لا يدافع عنها بشكل صريح، لكن النتيجة العلمية والعملية والواقعية هي هذا، أن المراد بالضروري الذي ينكره المخالف إن كان هو نفس إمامة أهل البيت، فمن الجلي أن هذه القضية لم تبلغ في وضوحها إلى درجة الضرورة. وهذا هو منطق السيستاني ومنطق أولاده ومنطق مراجع النجف أيضا، حينما يتحدثون عن ضروري الدين وضروري المذهب، وحينما يتحدث بعضهم عن أن معرفة الإمام من الفروع وليست من الأصول إلى غير ذلك من هرائهم ومن قذاراتهم ونجاساتهم. أتحدث عن المراجع الأحياء، سود الله وجوههم لما يعلمون الشيعة من ضلال، وعن المراجع الأموات سود الله وجوههم لما أضلونا وأضلوا هؤلاء من المراجع الأحياء الذين يسيرون على نفس منهجهم القذر. وهذه هي النتائج، هذه النتائج بين أيدينا. فأنا لا أقرأ من كتب الوهابية، أنا أقرأ من كتب مراجع النجف. واخترت لكم شخصية تقدسونها، ما اخترت لكم شخصية من الحاشية، اخترت لكم شخصية هي في القمة عندكم، اخترت لكم محمد باقر الصدر، وأنا أقرأ لكم من كتبه، أقرأ الكلام مرة أخرى ودقق النظر فيه. أن المراد بالضروري الذي ينكره المخالف إن كان هو نفس إمامة أهل البيت، فمن الجلي أن هذه القضية لم تبلغ في وضوحها إلى درجة الضرورة. رسول الله ما بلغ، هذا نقض لآية الغدير، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، إنها الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة. ولو سلم بلوغها حدوثا أيام النبي تلك الدرجة، لو سلم، لو، ولو سلم بلوغها حدوثا، إذن كيف سلم عمر على علي بخ بخ لك يا ابن أبي طالب، لقد أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة. إذن كيف سلموا علي المهاجرون والأنصار؟ ما معنى بيعة الغدير؟ جاءت سقيفة بني ساعدة فطمست الحقائق، هذا لا يعني أن الحجة سقطت عن الأمة، هذا لا يعني أن الإمامة ما بلغت حد الضرورة. أي هراء هذا؟ هذا هو الهراء الذي أحدثكم عنه، وهذا هو الخراء العقائدي الذي أحدثكم عنه. عودوا إلى كتبهم، أنا لا أقرأ من كتب اليهود والنصارى. هذا هو الجزء الثالث من
بحوث في شرح العروة الوثقى لمحمد باقر الصدر. القضية واضحة، لا أحتاج أن أقف عندها طويلا. ما هو في أصول الدين فعل الأقبح من هذا؟ فحينما عدد أصول الدين ذكر المرسل وهو الله، ولا أريد أن أناقش توحيده، فإن توحيده أيضا يخالف توحيد العترة الطاهرة، لا أريد أن أناقش توحيده. حديثنا في أجواء الحسين، فإن توحيده مخالف لتوحيد العترة الطاهرة. وذكر الرسول، وأخذت لكم من عقيدته في الرسول لقطة، تلك اللقطة التي يحكم عليها إمامنا الباقر وإمامنا الجواد بالكذب وبلعنة المعتقد بها، وقرأت عليكم الروايات. الأصل الثالث الرسالة. الرسالة لا قيمة لها بحسب منطق القرآن، وإن لم تفعل وإن لم تبلغ ببيعة الغدير فما بلغت رسالته، ولكنه يسير على منهج سيد قطب. الرسالة لا قيمة لها. الرسالة ما هي بأصل من أصول الدين؟ بحسب آية بيعة الغدير، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. إذن أصل الأصول علي صلوات الله وسلامه عليه، فأين علي؟ تحدث عن الرسالة وأخذ يحدثنا عن خصائص هذه الرسالة وفقا للمذاق القطبي، فأنا لا أريد أن أقرأ ما كتبه في صفحة 77 حتى يصل إلى صفحة 81. ذكر 10 خصائص لهذه الرسالة، جعل الإمامة الخصيصة التاسعة في آخر الخصائص، والخصيصة العاشرة تحدث عن فتح باب الاجتهاد، وهذا الباب باب لعنه الأئمة صلوات الله عليه. المجتهدون بعنوان أن يستخرجوا الأحكام بحسب اجتهادهم ملعونون في ثقافة العترة الطاهرة. الأئمة يريدون فقهاء يستخرجون الأحكام بحسب قواعد تفهيمهم. هذا علي يفهمكم بعدي، هذا هو الذي بايعنا عليه في بيعة الغدير. أما قواعد الاستنباط التي يعتمدون فيها على علم أصول الفقه الذي أخذوه من الشافعي والغزالي والفخر الرازي وأمثال هؤلاء، فهذا لا علاقة له بدين محمد وآل محمد بحسب بيعة الغدير. فالمجتهدون ملعونون بحسب ثقافة العترة الطاهرة، حتى وإن حاول مراجع النجف وكربلاء أن يحرفوا معنى هذا المصطلح، معنى الاجتهاد، فهذا التحريف بحدود الألفاظ بحسب الواقع العلمي وبحسب الواقع العملي الذي يقومون به، إنهم يستنبطون الأحكام وفقا لمنهج الشافعي بدرجة 100%، لا علاقة لهم بمنهج التفهيم، ولا علاقة لهم بمنهج علي الذي بايعنا عليه في بيعة الغدير. لو كانوا على منهج علي
لما كتبوا هذه الكتب، ولما اعتقدوا هذه العقائد، ولما قالوا هذه الأقوال. أما فاطمة فليس لها من ذكر أبدا في كل الذي كتبه. فاطمة التي هي قيمة الدين، الله يقول عنها وذلك دين القيمة، لكن سقيفة قتلتها وأنكرت إمامتها. مراجع النجف الثولان على نفس المنهج. صحيح أنهم ما قتلوها، ما قتلوا شخصها، لكنهم قتلوا شخصيتها. سقيفة بني ساعدة قتلت شخص فاطمة، سقيفة بني نجف قتلت شخصية فاطمة. هم يظهرون الحزن على شخص فاطمة، لكنهم قتلوا شخصيتها. شياطين، شياطين، شياطين. إما أنهم حمير لا يعرفون من أنهم ينوحون على شخصها وقد قتلوا شخصيتها، وإما أنهم شياطين يريدون أن يخدعوا الشيعة بالنياحة على شخص فاطمة وهم يقتلون شخصيتها. السقيفة أحرقت منزل فاطمة، أما مراجع النجف وكربلاء سود الله وجوههم، أحرقوا منزلتها، فأنكروا إمامتها وأنكروا قيمومتها للدين، ولذا ليس لها من ذكر من أول ما كتب في أصول الدين إلى أن انتهى. ليس لفاطمة من ذكر. الله يقول وذلك دين القيمة، وهو الذي يقول على لسان رسوله صلى الله عليه وآله من أنه يرضى لرضاها ويغضب لغضبها، لأنها هي القيمة على دينه، هو جعلها قيمة على دينه، وقال لنا عبر رسول الله من أنه يرضى لرضاها ويغضب لغضبها. فهذه القيمة من الله على دينه، هو الذي قال، الله الذي قال في سورة البينة وذلك دين القيمة. فهل القيمة رجل؟ ثولان، غبران. فهل القيمة رجل؟ القيمة امرأة. وإذا أردنا أن نلتزم ببيعة الغدير ورجعنا إلى تفسيرهم، الباقر فسر لنا الآية من أن القيمة فاطمة صلوات الله عليها. فهذا الهراء والخراء أين أضعه؟ في أي مكان؟ ماذا تقولون أنتم؟ يا أيها العباقرة، يا خدام الحسين، يا أيها الثولان، هذا الهراء والخراء أين أضعه؟ بحسب موازين العترة الطاهرة، بحسب قرآنهم المفسر بتفسيرهم، وبحسب حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم. ولكم ذولا خروا في ديننا، هؤلاء مراجع النجف وكربلاء، هؤلاء خروا في وسط ديننا. أنا مضطر لاستعمال هذه التعابير كي تتضح الصورة لديكم. هذه هي الحقيقة. نذهب إلى فاصل. شلون لي يا ليت
بشهر بشهر عين بظما بخوف بشبح من وجه المنية للعائلة المتعلمة الأطفال تصرخ بالظما لابن أمك ولمخيمة بين تودي أما منهجه في تفسير القرآن فتلك طامة كبيرة جدا، سأعود إلى منهجه في التفسير في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى إن وجدت وقتا مناسبا. لقد تحدثت عن هذا الموضوع وقارنت مقارنة واضحة في برامج سابقة بين منهج سيد قطب ومنهج محمد باقر الصدر، فإن محمد باقر الصدر أخذ منهج سيد قطب بالكامل ونقض منهج بيعة الغدير، وسآتيكم بمثال حسي هو نفسه في هذا الكتاب. محمد باقر الصدر ينقل نصا عن أمير المؤمنين فلا يعمل به ويرسم منهجا لتفسير القرآن بالضبط كالمنهج الذي اتبعه سيد قطب في تفسيره في ظلال القرآن. هذا الموضوع فصلت فيه الكلام في برامج سابقة لكنني سأمر عليه بشكل سريع، فأنا أحدثكم عن والد الحسين عن علي، وتفسير القرآن عهد أخذ علينا في بيعة الغدير أن نأخذه من علي وآل علي فقط وفقط وفقط، ولكن ماذا نصنع لمراجع النجف وكربلاء وخطبائهم ووكلائهم يستهزئون بتفسير علي وأهل علي ويذهبون إلى المناهج الناصبية الضالة، هذا واقعهم جميعا. في الفتاوى الواضحة في رسالته العملية حينما يصل إلى فصول الأذان والإقامة فإنه لا يشير إلى الشهادة الثالثة بأي وجه من الوجوه، لا بعنوان الاستحباب ولا بعنوان الإباحة ولا بأي عنوان، وإنما في آخر فصول الأذان والإقامة صفحة 386 لاحظوا هكذا يقول، وهو كلام خلاصته
استهانة بالشهادة الثالثة. سأقرأ لكم، إنني أقرأ عليكم من الرسالة العملية لمحمد باقر الصدر، هذه الطبعة طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان 1992 ميلادي، صفحة 386، بعد ذكره لفصول الأذان والإقامة من دون أي إشارة إلى الشهادة الثالثة لا من قريب ولا من بعيد، يقول: وصورة الأذان والإقامة محددة شرعا ضمن ما ذكرناه، فلا توجد شهادة ثالثة، فلا يجوز أن يؤتى بشيء آخر من الكلام فيها على أساس أنه جزء منها، فلا يجوز الإتيان بالشهادة الثالثة بهذه النية، بنية أنها جزء من الأذان والإقامة. هو لم يشر إلى الشهادة الثالثة، وإنما هذا الكلام ينطبق على الشهادة الثالثة وعلى غيرها. وصورة الأذان والإقامة محددة شرعا ضمن ما ذكرناه، فلا يجوز أن يؤتى وصورة الأذان والإقامة محددة شرعا ضمن ما ذكرنا، فلا يجوز أن يؤتى بشيء آخر من الكلام فيها على أساس أنه جزء منها. وأما التكلم بكلام أو جملة بدون أن يقصد المؤذن أو المقيم جعله جزءا من أذانه وإقامته فهو جائز، ليس مستحبا، فهو جائز. إذا أردت أن تضيف أي كلام من ضمنه يمكن أن يقصد الشهادة الثالثة فهو جائز. هذه استهانة بالشهادة الثالثة، والاستهانة بالشهادة الثالثة استهانة بأمير المؤمنين إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، صريحا أمرنا: فإذا قال أحدكم لا إله إلا الله محمد رسول الله فليقل بالفعل المضارع المسبوق بلام الأمر. إنه أقوى من قوله لو قال لنا فقولوا، فليقل فعل مضارع مسبوق بلام الأمر، هو أقوى من فعل الأمر. فإذا قال أحدكم لا إله إلا الله محمد رسول الله فليقل علي أمير المؤمنين. وهؤلاء يتحدثون بهذه الطريقة، عندهم مشكلة مع علي، مشكلة موجودة. لا أتحدث عن محمد باقر الصدر بشخصه، إنني أتحدث عن منهج على طول الخط، فأنا أحسن الظن بمحمد باقر الصدر، أحسن الظن به، رغم أنه دمرنا، دمر الشيعة ودمر العراق، والعراق الآن مدمر بسببه، بسبب الحزب الذي أسسه. التدمير الذي عانت منه الشيعة في العراق سابقا ولاحقا وإلى يومنا هذا، محمد باقر الصدر هو السبب فيه، هو السبب فيه. ستتضح هذه الصورة قطعا ليس بقصد سيء منه، لكن الرجل لم يكن مؤهلا لهذا الدور الكبير الذي تصدى له.
وهذا سيتضح لنا من خطة عمله، من برنامجه الذي نقله لنا أقرب الأشخاص إليه، وسأقرأ كل ذلك عليكم من الكتب. وبالمناسبة فإن جعفر ابن محمد باقر الصدر هو سفير العراق في لندن هنا، يمكنه أن يعترض على كلامي إن لم يكن من المصادر الصحيحة والموثوقة والدقيقة، يمكنه أن يعترض على كلامي، فهذا أبوه. وما هو بشخصية عادية؟ هو سفير العراق هنا في لندن، وما أتحدث به عبر شاشة القمر ينتشر في اليوم نفسه، فإن الذين يعادونني هنا في لندن يتابعونني بنحو دقيق وبشكل أكثر وأشد من الذين يوافقونني. فما من شيء أقوله إلا ويصل إلى مسامعهم جميعا، فبإمكانه أن يعترض على كلامي وأن يقول من أن هذا الكلام ليس صحيحا، هذا جئت به من عندك، إنني سأقرأ عليكم من كتب محمد باقر الصدر ومن كتب تلامذته في الصف الأول، من الذين لا يشك في إخلاصهم وولائهم وحبهم واتباعهم لمحمد باقر الصدر. صار وقت أذان العشاءين بحسب لندن والشيكان، نذهب إلى فاصل الأذان والصلاة، وبعد الفاصل أعود إليكم. في الأسواق الويل للعصاة الفساق. حياكم الله. قبل فاصل أذان العشاءين وصلاتهما بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن، كنت قد وصلت معكم إلى ما قاله محمد باقر الصدر فيما يرتبط بفصول الأذان والإقامة. أقرأ عليكم من رسالته العملية الفتاوى الواضحة من الطبعة التي أشرت إليها، صفحة 386 وما بعدها. بعد أن ذكر فصول الأذان والإقامة من دون أن يشير إلى الشهادة الثالثة لا من قريب ولا من بعيد، كتب معقبا بعد ذكر فصول الأذان والإقامة: وصورة الأذان والإقامة محددة شرعا ضمن ما ذكرناه، من دون الشهادة الثالثة، لأنه ما أشار إليها لا من قريب ولا من بعيد، فلا يجوز أن يؤتى بشيء آخر من الكلام فيها في الأذان والإقامة، في فصول الأذان والإقامة، على أساس أنه جزء منها. وأما التكلم بكلام أو جملة بدون أن يقصد المؤذن أو المقيم جعله جزءا من أذانه وإقامته فهو جائز، يعني أن الشهادة الثالثة أي كلام، يعني استهانة واضحة
بالشهادة الثالثة مشكلة محمد باقر الصدر هي مشكلة مراجع النجفي وكربلاء، مشكلتهم لا يعرفون إمام زمانهم بحسب موازين ثقافة العترة الطاهرة، يعرفون الأئمة بموازين سقيفة بني ساعدة وأضافوا إليها بعض التحسينات. فالإمام عند مراجع النجف وكربلاء هو نفسه الإمام عند الأشاعرة وعند المعتزلة، لكنهم يضيفون بعضا من المواصفات التي إذا لم يضيفوها فإن عوام الشيعة لا يجدونهم شيعة. أما ما جاء في الزيارة الجامعة الكبيرة التي هي القول البليغ الكامل من أوصافهم صلوات الله عليهم فهذا لا يتناولونه ولا يعتقدون به أساسا. صحيح يقرؤون الزيارة فيهم صلوات الله عليهم فهذا لا يتناولونه ولا يعتقدون به أساسا. صحيح يقرؤون الزيارة الجامعة الكبيرة لكن الذي يبدو أنهم لا يفقهونها ولا يعرفون مضامينها، لأن كتبهم وعقائدهم وتلامذتهم وأحزابهم ومؤسساتهم هي التي تفصح عن ذلك. كما يقال لو كان لبان، لو كانت هناك عقيدة صحيحة سليمة عند محمد باقر الصدر أو عند سائر مراجع النجف وكربلاء لبانت. لماذا عقائدهم عقائد مهلهلة؟ لماذا آراؤهم وما يقولونه في محمد وأهل محمد مشحون بالانتقاص منهم وبالاستهزاء والسخرية التي قد لا تكون مقصودة بشكل مباشر لكنها نتاج من تركيبتهم العقلية التي بنيت لبناتها ومفرداتها وتكونت مادتها من العيون الكدرة القذرة؟ هذه مشكلة محمد باقر الصدر ومشكلة سائر مراجع النجف وكربلاء. لو كان محمد باقر الصدر عارفا بإمام زمانه لعرف منزلة الإمامة، وحينما يكون عارفا بمنزلة الإمامة ومنزلة الإمام فإنه سيكون عارفا بمعنى الشهادة الثالثة، وإلا فهذا المنطق منطق شخص يستخف بالشهادة الثالثة إلى أبعد الحدود. هكذا يقول: وأما التكلم بكلام أو جملة بدون أن يقصد المؤذن أو المقيم جعله جزءا من أذانه وإقامته فهو جائز. يعني
أي كلام. فصار موقفه واضحا من ذكر الشهادة الثالثة في التشهد الوسط والأخير في الصلوات الواجبة، سيكون مبطلا للصلاة قطعا كما عليه سائر مراجع النجف وكربلاء، يخالفون النصوص الصريحة والواضحة في ثقافة العترة الطاهرة. وقد تناولت هذه المسائل بشكل مفصل في العديد من البرامج المنتشرة على الشبكة العنكبوتية. صار الأمر واضحا فيما يرتبط بذكر علي في التشهد الوسط والأخير، سيكون مبطلا للصلاة إذا كان ذكر علي يكون مبطلا للأذان والإقامة، والأذان مستحب والإقامة مستحبة. هو يقول فلا يجوز يعني يحرم ذلك، فلا يجوز أن يؤتى بشيء آخر من الكلام فيها، وإنما تبقى فصول الأذان مثل ما ذكرها لا علاقة لها بالشهادة الثالثة، وكذلك فصول الإقامة. فالأمر سيكون واضحا حينئذ فيما يرتبط بذكر علي في التشهد الوسط والأخير، فإنه سيكون مبطلا للصلاة. وخليه يقبض محمد باقر الصدر من صلاته اللي يعتقد بها أن ذكر علي يبطل الصلاة، خليه يقبض من دبش، واللي يتابعونهم خليه يقبضون من دبش. ذكر علي يبطل الصلاة والشهادة الثالثة في الأذان والإقامة يتكلم عنها بهذه الطريقة. قلت لكم المشكلة هم لا يعرفون أن الإمام وجه الله، لا يعتقدون بهذه العقيدة. لو كانوا يعتقدون بعقيدة أن الإمام وجه الله مثل ما نخاطبه في دعاء الندبة الشريف، أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء، لعرفوا منزلة الإمامة، وحينئذ سيعرفون منزلة الشهادة الثالثة. لكنهم يعرفون إمام زمانهم بموازين علم الكلام الناصبي بالضبط، مواصفات خلفاء سقيفة بني ساعدة، ولكنهم يضيفون إليها بعض التحسينات. هذه هي معرفتهم بإمام زمانهم، ومن هنا يتحدثون ويناقشون في مسألة أن ولاية علي وآل علي من الضروريات أو لا. غبران هؤلاء ثولان من البديهيات الواضحة في آيات الكتاب الكريم بحسب تفسيرهم، ومن البديهيات الواضحة في أدعيتهم وفي زياراتهم التي تشتمل على معاني البراءة واللعن، ومن البديهيات الواضحة في مجمل أحاديثهم ورواياتهم وما أخبرونا به من حال الأمة بعد سقيفة بني ساعدة أو بعد واقعة عاشوراء من ارتداد الأمة. هذا الارتداد أدل دليل على أن الإمامة، على أن الولاية ضرورة وضرورة أولى. لا نحتاج إلى استدلال طويل عريض، هذه المضامين من البديهيات في ثقافة العترة. هم يضعفون هذه الروايات
لا شأن لنا بهم. على أي أساس يضعفونها؟ وفقا لموازين النواصب. لا أريد أن أخوض في هذه القضية، فالوقت يجري سريعا. خلاصة القول: الروايات والأحاديث التي أخبرتنا عن ارتداد الأمة بسبب موقفها الباطل من أمير المؤمنين هو أدل دليل على أن الولاية ضرورة، على أن الإمامة ضرورة، بل هي أصل الأصول بحسب آية بيعة الغدير: وإن لم تفعل، إن لم تبلغ يا رسول الله فما بلغت رسالته. هي أصل الأصول. لو كانوا يعتقدون وفقا لهذه الرؤية لما قالوا مثل هذا الكلام، لكن عقائدهم مهلهلة، لكن عقائدهم باطلة. مشكلة عقائدهم أنها لا تمت بصلة إلى ثقافة العترة الطاهرة، إلى قرآنهم المفسر بتفسيرهم، وإلى حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم. عقائد مراجع النجف وكربلاء يأتون بها من عمق الثقافة الناصبية، لكنهم يصبغونها بصبغة يتراءى منها أنها تنتمي إلى ثقافة العترة الطاهرة. نذهب إلى فاصل. عليك دموع نار، القلب مو ملك صار، أنا توحيدي دمعتي مو قيامي ولا صيامي، ما أجازي لو وقع من قد ونيني، دمع عيني داب رمشي، لقيت حياة بابي نافرها، لقيت وبجيت بدمع وانا بطن امي بجيت، عليك دموع نار، القلب مو ملك صار، دمع عالاكبر تعادل الف عمره، دمع عالاكبر تعادل الف عمره، احسبها كفره قابلاني، ديني دمعي والشموع وعرس جاسر، ديني دمعي والشموع وعرس جاسم، والمآتم والصواني. لو كان هؤلاء المراجع يقرؤون الأدعية والزيارات ويتدبرونها وفقا لموازين بيعة الغدير لما آل حالهم إلى ما آل إليه من العقائد الضالة والباطلة. عقائدهم تتحدث عن حالة تقصيرية وحالة بترية واضحة. محمد باقر الصدر مصداق والبقية كذلك. اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك. اللهم عرفني رسولك، فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك
ضللت عن ديني. تلاحظون الدقة في تعابير هذا الدعاء؟ أنا أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان، وهذا هو الدعاء المعروف بدعاء زمان الغيبة، من أهم أدعية عصر الغيبة. اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك. وانتهى الكلام من دون تفاصيل. اللهم عرفني رسولك، فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. وانتهى الكلام من دون تفاصيل. لكن حين وصلنا إلى الحجة، إلى الإمام، تأتي التفاصيل. اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. اللهم لا تمتني ميتة جاهلية. الميتة الجاهلية ليست في عدم معرفة الله، وليست في عدم معرفة رسول الله. آية بيعة الغدير صريحة في ذلك: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فإن العنوان الأول في الرسالة الله، وإن العنوان الذي فإن العنوان الأول في الرسالة الله وإن العنوان الذي يليه رسول الله. ومع ذلك فإن الآية صريحة: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فالرسالة لا قيمة لها من دون بيعة الغدير. وهذا المضمون هو المضمون الواضح هنا. مشكلة مراجع النجف وكربلاء: حبسوا أنفسهم في مرحلة التنزيل، ومرحلة التنزيل نسخ دينها بمرحلة التأويل. اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. أولا، اللهم لا تمتني ميتة جاهلية. من بات ليلة، الصادق يقول صلوات الله عليه، من بات ليلة لا يعرف فيها إمام زمانه مات ميتة جاهلية. ليلة، ليلة. اللهم لا تمتني ميتة جاهلية، ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني. هذه التفاصيل كلها مرتبطة بمعرفة الحجة، وهذا هو الذي أشرت إليه قبل قليل، من أن مشكلة العقيدة في حوزة الطوسي عند مراجع النجف وكربلاء مشكلتهم في معرفة إمام زمانهم. ولذا فإنهم حينما يدعون أنهم نواب له، هذا أدل دليل على كذبهم، فهم لا يعرفون إمام زمانهم، كيف صاروا نوابا له؟ كذابون، كذابون دجالون. القضية تحتاج إلى كلام طويل، لكنني أحاول الاختصار والإيجاز بقدر ما أتمكن. هذا الكتاب كتبه محمد باقر الصدر في أوائل شبابه، فدك في التأريخ، كتاب معروف، كتبه في أوائل شبابه،
صفحة 86 من الطبعة الثالثة، مركز الأبحاث والدراسات التخصصية للشهيد الصدر، قم المقدسة، 1427 هجري قمري، صفحة 86، يتحدث محمد باقر الصدر عن أمير المؤمنين ويفتري عليه فرية لا حقيقة لها، فيقول: مع هذه التعابير الأخوانية الركيكة، إن عليا الذي رباه رسول الله ورب الإسلام معه، فكان ولديه العزيزين، من هالخرط هذا، من هذا السلق، أين هذا المنطق مع ما يتحدث به رسول الله عن أمير المؤمنين وعن مقاماته، وأين هذا مع ما يتحدث به أمير المؤمنين عن أسراره؟ على أي حال، هذا الخرط احنا متعودين عليه، شبعانين من عنده ومتقيئين من محمد باقر الصدر ومن تلامذته ومن حزب الدعوة ومن أمثالهم. إن عليا الذي رباه رسول الله ورب الإسلام معه، فكان ولديه العزيزين، كان يشعر بأخوته لهذا الإسلام، فعلي هو أخو الإسلام، وقد دفعه هذا الشعور إلى افتداء أخيه بكل شيء، حتى أنه اشترك في حروب الردة التي أعلنها المسلمون يوم ذاك. رجل لا يعرف تاريخ أمير المؤمنين. هذا الكلام وأنا أقوله في بث مباشر وعبر الأقمار الصناعية، يسمع من خلال التلفزيون ويسمع من خلال الإنترنت، في المكتبة الشيعية من أولها إلى آخرها لا وجود لهذا الذي يذكره محمد باقر الصدر. لا أقول هذا الكلام جزافا، فأنا الخبير بالمكتبة الشيعية، أعرفها كتابا كتابا. لا وجود لمثل هذا الكلام أصلا في المكتبة الشيعية، في المكتبة الناصبية السنية، جوامع التفسير، جوامع الحديث، جوامع السيار، الجوامع التأريخية، الموسوعات المعروفة عندهم، لا يوجد فيها مثل هذا الكلام، وأنا متأكد من ذلك، فأنا صاحب خبرة في هذا المجال، أنا متأكد من خلو جوامع التفسير، جوامع الأحاديث، جوامع التأريخ وسائر الموسوعات في المكتبة السنية من هذا الذي ذكره محمد باقر الصدر. لا أدري من أين جاء بهذه المعلومة، ولا شأن لنا بكتب النواصب إن وردت فيها، ولا أعتقد أنها قد وردت في كتاب إلا في أجواء الثقافة الأخوانية القطبية القذرة التي غطس فيها محمد باقر الصدر إلى سقف عمامته. فهذه المعلومة
فرية وكذب على أمير المؤمنين. هذه كتبنا الشيعية، فليرشدنا أحد إلى نص، إلى حديث ورد عن أئمتنا بهذا الخصوص. قد يقول قائل من أن محمد باقر الصدر كتب هذا في أوائل شبابه ولم يكن مطلعا، فلربما سبقه القلم، إنها شطحة من شطحات الكتابة، وهذا شيء موجود عندنا جميعا. في بعض الأحيان يكتب الإنسان شيئا أثناء الكتابة تسيطر عليه حالة أن المعلومة صحيحة، ولكن حينما يمر الزمان يتبين أن الذي كتبه لم يكن صحيحا. نحن بشر، هذه حالة طبيعية جدا، لكن المشكلة أن آخر شيء كتبه محمد باقر الصدر وبعده أعدم كان متضمنا لهذا الكلام أيضا. الشهيد الصدر، سنوات المحنة وأيام الحصار، محمد رضا النعماني. شيخ محمد رضا النعماني كان مرافقا لمحمد باقر الصدر وملازما له أثناء فترة الحصار، حينما فرضت عليه، حينما فرضت عليه الإقامة الجبرية من قبل البعثيين قبل إعدامه. أصدر عدة بيانات وجهها للشعب العراقي محمد باقر الصدر. هذا البيان الثالث وهو آخر بيان وبعده أعدم محمد باقر الصدر. فماذا يقول في هذا البيان؟ صفحة 305 من كتاب محمد رضا النعماني. محمد باقر الصدر يخاطب العراقيين: وأريد أن أقولها لكم يا أبناء علي والحسين وأبناء أبي بكر وعمر، إن المعركة ليست بين الشيعة والحكم السني، إن الحكم السني الذي مثله الخلفاء الراشدون والذي كان يقوم على أساس الإسلام والعدل، حكم الخلفاء الراشدين، حكم السقيفة، يقوم على أساس الإسلام والعدل. لحد بيعة الغدير ايش كانت تسوي إذا كان أبو بكر وعمر يقيمان الحكم بعد نقضهم لبيعة الغدير على أساس الإسلام والعدل؟ لحد ليش بايع المسلمون أمير المؤمنين بأمر من الله ورسوله لإقامة الإسلام والعدل؟ هذا حكي خرط، هو هذا الخرط اللي دمرنا، هذا الذي أشرت إليه قبل قليل من أن محمد باقر الصدر لم يكن مؤهلا، لم يكن مؤهلا عقائديا قبل أن يكون مؤهلا للقيادة والعمل السياسي. محمد باقر الصدر كان مؤهلا لحوزة الطوسي بضلالها وهرائها، كان مؤهلا وفقا للثقافة القطبية القذرة، ولذا أسس حزب الدعوة، كان مؤهلا في جو الثقافة العامة، لكنه لم يكن مؤهلا عقائديا بحسب
منهج العترة الطاهرة، ولم يكن فقيها من فقهاء العترة الطاهرة، كان من فقهاء حوزة النجف بحسب المنهج الشافعي المعتزلي، فلم يكن نائبا لصاحب الزمان كما يدعى له أو كما يدعي هو أيضا من أن الفقهاء نواب لصاحب الزمان، وهم لا يعرفون صاحب الزمان ويعتقدون بعقائد تخالف عقيدة صاحب الزمان. فإذا كان حكم أبي بكر وعمر يقوم على أساس الإسلام والعدل، إذن لماذا رفض أمير المؤمنين حينما اشترطوا عليه في الشورى العمرية أن يعمل بسيرة الشيخين، رفض العمل بسيرتهما؟ فإذا كان حكم أبي بكر وعمر على أساس الإسلام والعدل، إذن لماذا رفض أمير المؤمنين ذلك؟ إذن لماذا نهض الحسين وهو يقول أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب؟ فهو لا يريد أن يسير بسيرة خلفاء سقيفة بني ساعدة. هذا المنطق منطق يكشف عن سوء عاقبة هذه اللحظات الأخيرة من حياة الرجل وعقيدته بهذا الحال. لا تقول هذه تقية، التقية لا محل لها من الإعراب هنا. فإذا كان يكتب بلسان التقية فهو سفيه، سفيه هذا الرجل إذا كان يكتب بلسان التقية وليس فقيها، لأن التقية لها أحكام ولها مواضع. هذا تضليل وتغرير بالشيعة من قائدهم ومرجعهم. ومحمد باقر الصدر لم يكن خائفا، كان طالبا للشهادة كما يقولون، كان معرضا نفسه للقتل، لم يكن خائفا من القتل حتى يحتاج إلى تقية. قد يقول قائل هذه تقية اجتماعية للمجتمع، هذا حكي خرط، هذا حكي خرط. لا معنى للتقية هنا، لا وجه لها من الجهة الفقهية. ومحمد باقر الصدر لم يكن أحد قد فرض عليه أن يكتب هذا البيان، هو الذي كتب هذا البيان. كان بإمكانه أن يكتب البيان وأن يخاطب الشيعة والسنة، ولكن ليس بهذا المستوى. هذا نقض للدين، وهذا رد على أمير المؤمنين. أمير المؤمنين رفض الخلافة وكان بإمكانه أن يصبح خليفة وبعد ذلك لا يعمل بسيرة الشيخين، وإنما يجاري القوم في الشورى العمرية، لكن الإمام أراد أن يسجل موقفا، أراد أن يبين الحقيقة. فالقضية ليست فيها تقية، وليست فيها مداهنة، وليست فيها مدارات، هذه عقيدة. وهذا أدل دليل على أن الرجل لا يعرف إمام زمانه ولا يعرف منزلة الإمامة. إنه أتحدث عن معرفته بإمام زمانه بحسب منهج العترة الطاهرة، بحسب موازين بيعة الغدير. هو يعرف إمام زمانه بحسب علم الكلام الطوسي الشافعي المعتزلي الحوزوي المرجعي النجفي، يعرف إمام زمانه كبقية المراجع بموازين المعتزلة بموازين الضلال. لو كان يعرف إمام زمانه
المعرفة السليمة لما قال هذا الكلام. إن الحكم السني الذي مثله الخلفاء الراشدون والذي كان يقوم على أساس الإسلام والعدل حمل علي السيف للدفاع عنه، إذ حارب جنديا في حروب الردة تحت لواء الخليفة الأول أبي بكر. هذا الكلام أسوأ من الكلام الذي ذكره في كتابه فدك في التاريخ، يعني أن عقيدته في آخر أيام حياته أسوأ من عقيدته في أوائل أيام شبابه. هكذا قال في كتابه فدك في التاريخ، حتى أنه أن عليا اشترك في حروب الردة التي أعلنها المسلمون يوم ذاك، وما أشار إلى حكم على أساس الإسلام والعدل، ولا أشار إلى أنه قاتل جنديا تحت إمرة أبي بكر. كيف يكون ذلك؟ علي هو أمير المؤمنين، كيف يقاتل تحت إمرة أبي بكر؟ قلت لكم هذا الرجل لا يعرف إمام زمانه، لا يعرف معنى الإمامة بحسب موازين العترة الطاهرة، وهذا حاله وحال بقية مراجع النجف وكربلاء من الأموات ومن الأحياء. هذا في آخر أيام حياته. إن الحكم السني الذي مثله الخلفاء الراشدون والذي كان يقوم على أساس الإسلام والعدل حمل علي السيف للدفاع عنه، إذ حارب جنديا في حروب الردة تحت لواء الخليفة الأول أبي بكر. جئونا بنص من الأئمة بحديث في كتبنا، جئونا بنص يخبرنا أن عليا فعل هذا. محمد باقر الصدر يضعف أكثر من 90% من أحاديث أهل البيت بحسب منهجه السندي، ويضعف أحاديث ولادة الإمام المهدي، يضعف أحاديث الولادة. أنا لا أقول من أنه ينكر الولادة، ولكنه يضعف أحاديث الولادة، يضعف الأدعية والزيارات بحسب منهجه السندي، ويأتينا بفرية ليس لها من سند وليس لها من مصدر. سوء التوفيق هذا، هذه عقوبة تكذيب حديث أهل البيت، هذه عقوبة الغطس في الثقافة القطبية القذرة النجسة. وإلا هذه اللحظات الأخيرة من حياته. أسمعونا هذا الكلام نفسه بصوت محمد باقر الصدر. إن الحكم السني الذي مثله الخلفاء الراشدين والذي كان يقوم على أساس الإسلام والعدل حمل علي السيف للدفاع عنه، إذ حارب جنديا في حروب الردة تحت لواء الخليفة الأول أبي بكر. رجاء أعيد بث التسجيل كي يتسنى للمشاهدين أن يتأكدوا وأن يدققوا في الكلام الذي يقوله محمد باقر الصدر بلسانه. إن الحكم السني الذي مثله الخلفاء الراشدين
والذي كان يقوم على أساس الإسلام والعدل حمل علي السيف للدفاع عنه، إذ حارب جنديا في حروب مدة تحت لواء الخليفة الأول أبي بكر. هذا الكتاب كتاب مشهور معروف لمحمد باقر الصدر، اقتصادنا. في البداية ناقش الاقتصاد الماركسي، ثم ناقش الاقتصاد الرأسمالي، وبعد ذلك أخذ يؤسس وينظر للاقتصاد الإسلامي. ما الذي يفترض في مرجع شيعي ينظر للاقتصاد الإسلامي؟ يفترض فيه أن يأخذ ما يريد أن يبني عليه من الأسس والقواعد من قرآن محمد وآل محمد المفسر بتفسيرهم، ومن أحاديثهم المفهمة بقواعد تفهيمهم. هذا هو المفترض في الفقيه الشيعي الذي يدعي أنه نائب لصاحب الزمان. لابد أن يعود إلى سيرة رسول الله وإلى سيرة أمير المؤمنين كي ينتفع منها في البحث الذي يريد أن ينتجه. أمير المؤمنين كما قلت لكم في الشورى العمرية رفض الخلافة جملة وتفصيلا لأنهم اشترطوا عليه أن يعمل بسيرة أبي بكر وعمر، فسيرتهما من وجهة نظره هي سيرة ضلال وسيرة خروج عن الدين. القوم يعملون وفقا لمرحلة التنزيل، هذا إذا عملوا وفقا لمرحلة التنزيل، بينما علي يقاتلهم على التأويل، فإن مرحلة التأويل قد نسخت مرحلة التنزيل. فماذا فعل محمد باقر الصدر في هذا الكتاب؟ هذا كتاب ضلال. أنشأ نظريته في الاقتصاد الإسلامي على ما جاء في أحاديث العترة في بعضها، وما جاء في كتب فقهاء الشيعة، وما جاء عند النواصب، ما جاء في سيرة الشيخين وما تفرع عن سيرة الشيخين. هذا هو كتاب اقتصادنا، كتاب ضلال، مناقشة للفكر الماركسي لا شأن لنا به، مناقشة للفكر الرأسمالي لا شأن لنا به في الاقتصاد، تأسيس لمذهب اقتصادي لرؤية اقتصادية بحسب الديانة الإسلامية، أسسها وفقا لما جاء عن محمد وآل محمد في بعض جهاتها، ووفقا لما جاء عن النواصب في الجهات الأخرى. من صفحة 293 يبدأ حديثه عن الاقتصاد الإسلامي. أنا هنا أشير إلى أرقام صفحات
نقل فيها محمد باقر الصدر من كتب النواصب، وفي الأعم الأغلب نقل عن الشوافع بنحو كثير وعن الأحناف أيضا، لكنه نقل عن الشوافع أكثر. فحوزة النجف حوزة شافعية، ولذا نقل كثيرا عن الشوافع. أشير إلى أرقام الصفحات، هذه الطبعة طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان، إنها الطبعة 16، فيها زيادات هامة. أنا هنا لا أستقصي كل الصفحات، وإنما أشير إلى بعض منها على سبيل المثال، ولاحظوا الكثرة المتكاثرة. سأقرأ أرقام الصفحات التي نقل فيها محمد باقر الصدر عن كتب الشوافع والأحناف وسائر النواصب، لأجل أن يقدم لنا نظرية الإسلام في الاقتصاد. فأين سيرة علي التي قتل من أجلها الحسين، حيث رفض العمل بسيرة الأول والثاني؟ فأين سيرة علي؟ إذا كان علي إمامك يا محمد باقر الصدر، لماذا لا تعمل بسيرته؟ لماذا تخالف سيرته؟ أرقام الصفحات 443، 445، 446، 449، 450، 456، 458، 459، 462، 465، 466، 467، 474، 475، 479، 498، 499، 500، 501، 502، 505، 510، 511، 512، 514، 517، 523، 535، 543، 576، 578، 579، 589، 601، 603، 604، 605، 606، 612، 642، 643، 686، 687، 688، 714، 727. هذه أمثلة، هذه نماذج. أنا ما ذكرت لكم الأرقام على حد الاستقصاء، هذه أمثلة ونماذج من صفحات الكتاب التي ملأها بالفكر الناصبي وأسس المذهب الإسلامي في الاقتصاد وفقا لذلك. فأنا أقول لمحمد باقر الصدر، إذا كان علي بن أبي طالب إمامك فلماذا خالفت سيرته وهو قد رفض الخلافة جملة وتفصيلا؟ الخلافة بكلها رفضها وهو علي، فلو أخذ الخلافة لسار فيها كما يريد الله ويريد رسوله، وبعد ذلك لا يعمل بسيرة الشيخين، لكنه ما أراد أن يهادن. هذه القضية ليست فيها مهادنة، وليست فيها مجاملة، وليست فيها تقية. وموقفي في قناة القمر هو هذا، إنني أستشفه من سيرة أئمتي ومن سيرة علي. العقيدة ليست فيها مهادنة.
فهذا الكتاب الذي يقولون ما يقولون عنه وفقا لثقافة النواصب هذا كتاب ضلال، هذا الكتاب مبني على مخالفة سيرة أمير المؤمنين. أمير المؤمنين رفض سيرة الشيخين محمد باقر الصدر ينتج لنا اقتصادا ويسميه بالاقتصاد الإسلامي مبنيا على سيرة الشيخين على الفقه الناصبي. هل هو هذا الاقتصاد الإسلامي؟ هذا الكتاب الذي دوخونا به، ماذا تقولون أنتم؟ أنتم مضحكة مسخرة يا أيها الشيعة بشكل عام ويا شيعة العراق بشكل خاص، أنتم مسخرة مسخرة. هذا هو الذي جرى علينا ولا زال يجري علينا. وليكن معلوما عندكم أننا إذا أردنا أن نقايس بين محمد باقر الصدر والسيستاني فإن محمد باقر الصدر سيكون مغاليا. الغاطس إلى أبعد الحدود في الفكر الناصبي هو السيستاني، غاطس في الفكر الناصبي بشكل مضاعف إذا أردنا أن نقايسه بمحمد باقر الصدر. والقضية عند الجميع، غاية الأمر أنهم يختلفون في مدى تأثرهم بالفكر الناصبي، وإلا فهم غاطسون جميعا في تلك القذارات وتلك الأوساخ. نتاج هذا الفكر أخرج إلينا البنك اللاربوي في الإسلام، والبعض يقرأه البنك اللاربوي، القراءة الدقيقة البنك اللاربوي في الإسلام، يمكن أن يقرأ بتلك القراءة لكن القراءة الدقيقة البنك اللاربوي في الإسلام. على أي حال، هذا الكتاب متفرع عن منهج الضلال في كتاب اقتصادنا. بيت التمويل الكويتي، بيت التمويل الكويتي في حقيقته هو بنك الأخوان المسلمين في الكويت. صحيح أن وزارة الأوقاف، أن الحكومة الكويتية أنشأته في السبعينات، لكنه في الحقيقة هو بنك الأخوان المسلمين، وكل نشاطات الأخوان المسلمين في العالم تمول من هذا البنك. نعم، في السنوات الأخيرة الحكومة الكويتية سيطرت عليه واستولت عليه بعد انتشار الإرهاب وبعد الحديث عن تجفيف المنابع المالية للإرهاب بالنتيجة الأوضاع التي استحدثت في السنوات الأخيرة، وضعت الحكومة الكويتية يدها على هذا البنك. وإلا من بداية تأسيسه في السبعينات وإلى زمان قريب كان بنكا منافعه وفوائده لجماعة الإخوان المسلمين. هؤلاء هم وجهوا سؤالا إلى النجف، جماعة الإخوان المسلمين لو كانوا يعلمون
أن النجف تفتي وفقا لمنهج العترة الطاهرة يوجهون سؤالا إلى النجف؟ أسألكم بالله، لأنهم يعلمون أن النجف تفتي وفقا للمذهب الشافعي، خصوصا وقد قرأوا هذا الكتاب، كتاب اقتصادنا، فوجدوا أن الفقه الشافعي واضح مهيمن على فكر هذا المؤلف، على فكر محمد باقر الصدر، وهم أساسا يعرفون هذه الحقيقة من أن النجف تفتي وفقا لمنهج الشافعي. فوجهوا سؤالا إلى النجف، محمد باقر الصدر كتب هذا الجواب وأرسله إلى وكيله آنذاك في الكويت علي الكوراني، وعلي الكوراني هو الذي أوصله إلى الجهة التي سألت، فأسسوا بنك الإخوان المسلمين وفقا لهذه الرؤية التي كتبها محمد باقر الصدر. أنا أسألكم بالله، النشاطات التي كانت تمول من قبل هذا البنك التابع للإخوان المسلمين هي في إحياء أمر أهل البيت؟ ماذا تقولون أنتم؟ هذا هو سوء التوفيق، هذا الذي قلته من أن الرجل لم يكن مؤهلا كي يكون قائدا عقائديا شيعيا وفقا لمنهج العترة الطاهرة. ما أنتم تلاحظون هذه الحقائق بين أيديكم، هذا الكلام يمكنكم أن تقرأوا هنا في المقدمة. وفضل التسبيب في هذا البحث للجنة التحضير لبيت التمويل الكويتي، بيت التمويل الكويتي، سلوا الكويتيين المطلعين عنه، كان بنكا للإخوان المسلمين، في السنوات الأخيرة سيطرت عليه الحكومة الكويتية، كل المنافع كانت تعود على جماعة الإخوان المسلمين، أسس وفقا للرؤية التي كتبها لهم محمد باقر الصدر. أعود وأسألكم بالله عليكم، إذا كان الذين وجهوا السؤال إلى النجف يعرفون أن النجف تفتي وفقا لمنهج العترة يوجهون السؤال إليهم، هم يعرفون أن النجف تفتي وفقا للمنهج الشافعي ولذا وجهوا السؤال إلى النجف وجاءهم الجواب وفقا للمنهج الشافعي وأسسوا بيت التمويل الكويتي. سوء توفيق أو حسن توفيق، ماذا تقولون أنتم؟ أنا لا أحدثكم عن أسرار هذه كتب محمد باقر الصدر، وهذه الحقائق تاريخية ثابتة معروفة. نذهب إلى فاصل. السلام عليك السلام العارف بحرمتك، المخلص في ولايتك، المتقرب إلى الله بمحبتك، البراء من أعدائك، سلام من قلبه بمصابك مقروح، ودمعه عند ذكرك مسفوح، سلام المفجوع المحزون، الواله المستكين، سلام من لو كان معك في الطفوف لوقاك بنفسه حد السيوف، وبذلا حشاشته دونك للحتوف، وجاهدا بين يداك، ونصرك على من بغى عليك،
وفداك بروحه وجسده وماله وولده وروحه لروحك فداء وأهله لأهلك وقاء. حدثتكم عن جد الحسين في عقيدة محمد باقر الصدر، وحدثتكم عن أبي الحسين في عقيدة محمد باقر الصدر، سأحدثكم عن أم الحسين في عقيدة محمد باقر الصدر. هذا كتابه فدك في التاريخ، ولا يقول أحد من أن الكتاب كتبه في أوائل حياته، ربما تغيرت آراؤه إلى الأسوأ. وضربت لكم مثالا فيما يرتبط بالفرية التي افتراها على أمير المؤمنين من أنه اشترك في حروب الردة وقاتل جنديا تحت لواء أبي بكر للدفاع عن الحكم الإسلامي الذي كان يسير على أساس الإسلام والعدل. ما هذا الهراء قرأته عليكم قبل قليل، وأنتم استمعتم إليه بصوته، بصوت محمد باقر الصدر. فالذي يبدو أن أفكاره في بدايات أمره كانت أفضل، لما تقدم به العمر صارت أفكاره أسوأ. والذي يؤيد هذا قريبون من محمد باقر الصدر يقولون من أنه كان نادما على كتابه فدك في التأريخ، وما كان يرغب في إعادة طباعته. لماذا؟ يرى فيه قسوة على مخالفي أهل البيت لهذا السبب. هذا الكلام ما هو بكلام نقلته من أي متكلم، هذا الكلام موثق، أشخاص قريبون جدا من محمد باقر الصدر أنا سمعت منهم هذا الكلام، وموجود في الكتب، في الكتب التي وثقت حياة محمد باقر الصدر، ويعدون هذه منقبة له، وموجود هذا الكلام في مقابلات مسجلة موجودة عندنا في أرشيف قناة القمر، وقد بثت هذه المقابلات. فهذا يعني أن الذي في هذا الكتاب هو أحسن من عقيدته في آخر عمره. ماذا كتب عن فاطمة في كتابه فدك في التاريخ؟ ماذا قال عن ظلامتها من الطبعة نفسها التي أشرت إليها قبل قليل؟ صفحة 19، أنا لا أريد أن أقرأ كل الكلام وقد قرأته كاملا في برامج سابقة، أذهب إلى موطن الحاجة فقط. إن الرجل الذي هجم عليك في بيتك المكي الذي أقامه النبي مركزا لدعوته، يشير إلى عمر، إن الرجل الذي هجم عليك في بيتك المكي الذي أقامه النبي مركزا لدعوته قد هجم على آل محمد في دارهم
وأشعل النار فيها أوكاد. هو هنا محمد باقر الصدر يكتب خطابا أدبيا وكأن الصديقة الطاهرة تناجي أمها. أنا لا أريد أن أقرأ كل الكلام، وإنما أقرأ ما يرتبط بظلامتها. دققوا النظر معي. إن الرجل الذي هجم عليك في بيتك المكي الذي أقامه النبي مركزا لدعوته، هذا الحديث هنا توجهه فاطمة بحسب خيال محمد باقر الصدر إلى أمها خديجة، قد هجم اليوم، يعني على بيتها، على بيت فاطمة، قد هجم على آل محمد في دارهم، وأشعل النار فيها أوكاد. هي قضية تاريخية، فلماذا هذا التردد؟ فإما أنك تعتقد أن عمر لم يشعل النار، وإما أنك تعتقد أنها قد أشعلت من قبله، أن النار قد أشعلت من قبله. وأشعل النار فيها أوكاد، في حالة تردد، لكنه قطع هذا التردد في صفحة 74. سيرة الخليفة وأصحابه مع علي التي بلغت من الشدة أن عمر هدد بحرق بيته وإن كانت فاطمة فيه. وهذا هو الذي يذهب إليه مراجع النجف وكربلاء، مراجع حوزة الطوسي، الأعم الأغلب يذهبون إلى أن عمر هدد بإحراق بيت فاطمة لكنه ما فعل. فقيل له إن في البيت فاطمة، فقال وإن. محمد حسين فضل الله حينما ينكر ظلامة فاطمة، من جملة المعطيات التي يعتمد عليها هذا الكلام، بالضبط هذا الكلام الذي أقرأه عليكم، ما قاله محمد باقر الصدر. فحينما يريد محمد حسين فضل الله أن يسوق كلامه للشيعة يعتمد على كلام محمد باقر الصدر وما له من سمعة عند الشيعة، وهم اثنينهم يخرطون، محمد حسين فضل الله يخرط ومحمد باقر الصدر يخرط، وبقية مراجع النجف يخرطون، يخالفون منطق الأئمة. الأئمة قالوا من أنهم قتلوا فاطمة ووصفوهم بأنهم قتلة فاطمة ولعنوهم على هذا الأساس. هذا موجود في رواياتنا وأحاديثنا وأدعيتنا وزياراتنا. أكثر من مرة أقول في برامجي، الآن عائلة محمد باقر الصدر تقبل حينما نتحدث عن مظلومية محمد باقر الصدر من قبل البعثيين وما جرى عليه، هل تقبل عائلة محمد باقر الصدر أن أذكر جزءا وأنكر بقية مظلوميته؟ والله لا يقبلون، لكنهم هم وغيرهم يقبلون على محمد باقر الصدر أن يذكر جزءا
يسيرا من ظلامة فاطمة وينكر الباقي، ومع ذلك هو نادم على هذا لأنه كتب هذا الكتاب وما كان يرغب في إعادة طباعته لئلا يؤذي مشاعر المخالفين. هذا هو واقع مراجع النجاة. أن عمر هدد بحرق بيته، بحرق بيت علي وإن كانت فاطمة فيه. هذا هو ما يعتقده محمد باقر الصدر، بينما إمامنا الصادق يقول من أنها ضربت وأسقطت جنينها بسبب ذلك الضرب وماتت من ذلك الضرب. وصدقوني هذه الرواية في أوثق مصادرنا في كامل الزيارات لابن قولوي، تحدثت عنها وروايات أخرى بصراحة ووضوح. الإمام الصادق يقول من أنها ضربت وأسقطت جنينها بسبب ذلك الضرب، ومن أنها ماتت بسبب ذلك الضرب. وهؤلاء هكذا يتكلمون، تلومونني إذا قلت ما قلت وأنا أرى الشيعة تقدس هؤلاء الذين لا يفقهون شيئا من ثقافة أهل البيت، وينكرون أحاديث أهل البيت، ويدافعون عن النواصب. أقرأ عليكم جانبا مما يقوله محمد باقر الصدر في صفحة 39. يقول: صحيح أن الإسلام في أيام الخليفتين كان مهيمنا. بأي منطق؟ بأي منطق وأحاديث الأئمة تقول إن الأمة ارتدت، فكيف كان الإسلام مهيمنا؟ بأي منطق هذا؟ صحيح. المشكلة أن هذه الأحاديث موجودة في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم أيضا. عودوا إلى صحيح البخاري إلى باب صفة الحوض، من عنده كتاب صحيح البخاري فليذهب إلى باب صفة الحوض، وكذلك من عنده كتاب صحيح مسلم فليذهب إلى باب صفة الحوض. ستجدون الأحاديث من أن الصحابة النبي رجعوا القهقرة، رجعوا كفارا. والروايات الموجودة في البخاري ومسلم تتحدث عن أن أكثرهم رجعوا القهقرة ولا ينجو منهم إلا أفراد قلائل. هذا موجود في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، ومن أن الصحابة يساقون أمام عيني رسول الله إلى جهنم لأنهم رجعوا القهقرة، ارتدوا عن دينهم. هذه الروايات في صحيح البخاري، في صحيح مسلم، في كتبهم، في أوثق كتبهم. عودوا إليها واقرؤوها في باب صفة الحوض. فأي إسلام كان مهيمنا؟ هذا حديث سيد قطب، هذا حديث حسن البنا. تلومونني أن أنتقد محمد باقر الصدر وغيره
وهم يدوسون فكر أهل البيت بأحذيتهم وينقلون لكم فكر النواصب وأنتم تقدسونهم. من أقولكم ثولان غبران أنتو مسخرة. هذه الكتب بين أيديكم وعودوا إليها واقرؤوها. يقول: صحيح أن الإسلام في أيام الخليفتين يعني أبا بكر وعمر كان مهيمنا والفتوحات متصلة والحياة متدفقة بمعاني الخير. أي حياة تدفقت بمعاني الخير ونحن نعتقد أن أول مظلوم وأن أعظم مظلوم في الإسلام بعد رسول الله أمير المؤمنين. أي خير كان يتدفق في الحياة وفاطمة قتلوها وأسقطوا جنينها؟ يا محمد باقر الصدر، أي خير هذا؟ صحيح أن الإسلام في أيام الخليفتين كان مهيمنا، إذا لماذا رفض أمير المؤمنين العمل بسيرتهما؟ الرجل لا يعرف أئمته ولا يعرف تأريخهم، مثل ما يفتري على أمير المؤمنين من أنه كان جنديا يقاتل تحت راية أبي بكر. علي لم يقاتل مرة لا في زمان رسول الله ولا بعد رسول الله تحت إمرة أحد. لا يجوز هذا، هو الأمير، لا شأن لنا إذا أنكروا إمامته، هو الأمير هو الإمام، لا يجوز أن يقاتل تحت راية أحد لا في زمان رسول الله ولا بعد رسول الله. علي يقاتل تحت راية رسول الله فقط، لأن رسول الله إمام علي، فهو يقاتل تحت راية إمامه. أما أن يقاتل تحت راية أحد آخر لا يمكن هذا. مثل ما قلت لكم، الرجل إلى آخر أيام حياته لا يعرف إمامه لا يعرف أئمته، والقضية ليست خاصة به، كل مراجع النجف هكذا، لأنهم يأخذون عقائدهم من علم الكلام الناصبي. هذا علم أسسه المعتزلة وبعد ذلك شاركهم الأشاعرة فيه. مراجع النجف يأخذون دينهم من هذا العلم بحسب قواعد هذا العلم. هذه هي الحقيقة من الآخر. تفتهمون لو ما تفتهمون، كيف أفهمكم؟ بأي طريقة؟ لا، أنتم تتابعون البرامج الواسعة المفصلة بالوثائق والحقائق، ولا أنتم اللي راح ترجعون للمصادر وتتأكدون منها. شلون أفهمكم؟ ما تقولوا لي شلون أفهمكم. صحيح أن الإسلام في أيام الخليفتين كان مهيمنا والفتوحات متصلة والحياة متدفقة بمعاني الخير وجميع نواحيها مزدهرة بالانبعاث الروحي الشامل واللون القرآني المشع. غريب هذا الكلام. فاطمة تقول: صبت علي مصائب، لو أنها صبت على الأيام صرنا لياهليا. وهذا جاي خرطات، هذا جاي خرطات. وجميع نواحيها، جميع نواحي الحياة مزدهرة بالانبعاث الروحي الشامل واللون القرآني المشع، يعني كانوا يعملونها بالقرآن. هم أساساً
حرفوا القرآن، شو يعرفون من القرآن هم؟ هذا هو الذي حدثتكم عنه. مشكلة مراجع النجف وكربلاء أنهم يعيشون في مرحلة التنزيل التي نسخت. هذا حديث مرحلة التنزيل أيام رسول الله، لكنه يجره ويطبقه على أيام أبي بكر وعمر. منطق أحوج، منطق أعوج، منطق أعوج. في صفحة 48 الكتاب عنوانه فدك في التاريخ. يفترض أن الحديث عن ظلامة فاطمة. ما الذي حشر عائشة هنا؟ يقول في صفحة 48 وقد شاء القدر لكلتا الثائرتين. أي ثائرتين؟ تحدث عنهما، تحدث عن فاطمة تثور في وجه أبي بكر وعن عائشة تثور في وجه علي. فما علاقة هذا بهذا؟ هذا هو الضلال الفكري، وهذا هو التيه. صاحب الأمر أوكلهم إلى نفوسهم، ليس هناك من تسديد ولا من تأييد. هذا الحديث عن تسديد وتأييد للمراجع للعلماء هذا كذب يضحك به عليكم. من بداية الحلقة وإلى الآن أنتم تسمعون هراء وضلالا، فأين التسديد وأين التأييد؟ ونحن لا نتحدث عن شخصية ليست مميزة، أنا اخترتها متعمدا، اخترت محمد باقر الصدر، ما جئتكم بشخصية من حواشي النجف ومن حواشي الحوزة، جئتكم بشخصية تتسيد علميا وفكريا ونبوغيا، تتسيد على حوزة النجف. تحدث عن ثورة فاطمة في وجه أبي بكر وعن ثورة عائشة في وجه علي، ثم ماذا يعلق على ذلك؟ يقول وقد شاء القدر لكلتا الثائرتين. لماذا هذا التساوي والمساواة بينهما؟ ما هو الداعي إلى ذلك؟ ما هو الداعي إلى ذكر عائشة أساسا؟ الكتاب لا علاقة له بالجمل وما جرى في البصرة. لماذا حشر محمد باقر الصدر ذكر عائشة؟ هذا هو الضلال، هذا هو التي. وقد شاء القدر لكلتا الثائرتين أن تفشلا. ففاطمة فشلت في مشروعها في برنامجها. ماذا أقول لكم؟ هم لا يفقهون شيئا، لا من مشروع القرابين، ولا يفقهون شيئا من منطق الغيب. يتعاملون مع الأشياء بالمنطق الترابي، بمنطق سيد قطب. لا يفقهون شيئا من عقيدة الرجعة وأسرارها، لأنه أساسا محمد باقر الصدر لا يؤمن بالرجعة إلى أن مات. وهذه الكلمة ينقلها عنه تلاميذه، من أن الرجعة لا تساوي عندي قلامة ظفر. يأتي بكلام يحاول فيه أن يكون أكثر شدة من كلام الذين سبقوه، مثل ما قال محمد حسين كاشف الغطاء من أن الرجعة وأحاديثها لا تساوي عندي فلسا. وقد شاء القدر لكلتا الثائرتين أن تفشلا
مع فارق بينهما إلى آخر كلامه. ما الذي حشر عائشة هنا؟ ولماذا ساوى بينهما؟ ولماذا الحديث عن فشل فاطمة وجعله مساوقا لفشل عائشة؟ في أي مكان وجد محمد باقر الصدر حديثا عن فشل فاطمة؟ في أي مكان؟ هم لا يعرفون أئمتهم، لا يعرفون عقائدهم. هذه مشكلة مراجع النجف. حينما أقول هناك تشيعان، تشيع لمراجع النجف وهو التشيع السبروتي، يعني تشيع السرابيت، التشيع السبروتي هو تشيع السباريت، الإمام وصفهم بهذا الوصف، السباريت من الإيمان. السباريت في تعابيرنا الشعبية العراقية السرابيت، فهناك تشيع السرابيت وهو تشيع مراجع النجف، تشيع الشيعة لهم، وهناك التشيع الحقيقي الذي لا وجود له، هو موجود بشكل نظري في قرآنهم المفسر بتفسيرهم، وفي أحاديثهم المفهمة بقواعد تفهيمهم فقط، لا وجود له على الأرض، له وجود نظري في قرآنهم وحديثهم صلوات الله عليه. وإلا أي منطق هذا؟ والحديث عن فشل فاطمة يتكرر في هذا الكتاب صفحة 96، وهنا يتحدث عن فشل فاطمة من دون أن يتحدث عن عائشة. لاحظوا ماذا قال عن فشل فاطمة. يقول في صفحة 96: وقد فشلت الحركة الفاطمية بمعنى ونجحت بمعنى آخر. فشلت لأنها لم تطوح بحكومة الخليفة رضي الله عنه. كيف رضي الله عنه إذا كانت فاطمة تريد أن تطوح بحكومته، وفاطمة يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها، فكيف رضي الله عنه؟ فشلت فاطمة لأنها لم تطوح بحكومة الخليفة رضي الله عنه في زحفها الأخير الخطير الذي قامت به في اليوم العاشر من وفاة النبي صلى الله عليه وآله. ويستمر في حديثه، لاحظوا الكلام الأنكى: ولا نستطيع أن نتبين الأمور التي جعلت الزهراء تخسر المعركة، غير أن الأمر الذي لا ريب فيه، هناك أمر لا ريب فيه هو الذي جعل الزهراء تخسر المعركة، غير أن الأمر الذي لا ريب فيه أن شخصية الخليفة رضي الله عنه من أهم الأسباب التي أدت إلى فشلها، لأنه من أصحاب المواهب السياسية وقد عالج الموقف بلباقة ملحوظة إلى آخر كلامه. فكلما ذكر الخليفة ترضى عليه، إذن لماذا عارضته فاطمة إذا كان الله يرضى عنه؟ أو أن هذه الأحاديث لا حقيقة لها، مع أنها موجودة في صحاحهم أيضا، من أن الله يرضى لرضا فاطمة ومن أن الله يغضب لغضبها. عودوا إلى صحاحهم ستجدون هذه الأحاديث. يترضى على الخليفة وهو عدو لفاطمة،
ويقول من أن سبب فشل فاطمة هو ذكاء الخليفة، يعني أن الخليفة كان أذكى من فاطمة. عن أية فاطمة يتحدث هذا؟ فاطمة التي يقول الله عنها وذلك دين القيم لا ينسب الدين إليه، ينسب الدين إليها. يكون أبو بكر ابن أبي قحافة أذكى منها؟ أي حديث هذا؟ أي منطق؟ ماذا يعرفون هؤلاء عن فاطمة؟ وإلى الآن هذا الكتاب يطبع ويمجد، والرجل محمد باقر الصدر مثلما قلت لكم كان نادما على كتابته لأنه يرى فيه سقفا عاليا في العقيدة، لا يريد للمخالفين أن يتأذوا منه، ووالله هو يؤذي صاحب الزمان. هذا الكتاب يؤذي صاحب الزمان، هذا الكتاب يؤذي الزهراء. الزهراء فاشلة، وسبب فشلها ذكاء أبي بكر. بالله عليكم هذا الكلام كلام منطقي؟ هؤلاء هم مراجعكم الذين أحذركم منهم. أنا ما عندي مشكلة مع واحد من المراجع، وحقي جبين أمير المؤمنين، ما عندي مشكلة مع واحد من المراجع ولا أريد شيئا منهم. مشكلتي مع هذا المنهج، وهم يضحكون عليكم وأنتم تقدسون أشخاصا لو اطلعتم على عقائدهم لوليتم منهم فرارة. هذا محمد باقر الصدر، وصدقوني إلى الآن ما قرأت عليكم الأسوأ. عقائد محمد باقر الصدر أسوأ من هذا بكثير، وعقائد السيستاني أسوأ من محمد باقر الصدر. هذا هو الموجود. وإذا أردنا أن نستمر في قراءة ما جاء في هذا الكتاب، فهناك العديد من المواطن التي يتحدث فيها عن فاطمة بأسلوب سخيف. على سبيل المثال صفحة 93: ولما اختمرت الفكرة في ذهن فاطمة اندفعت لتصحح أوضاع الساعة. فهل فاطمة تختمر الفكرة في ذهنها وبعد ذلك تفشل بسبب ذكاء أبي بكر؟ هل فاطمة هكذا وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون؟ فاطمة داخلة في هذا أو لا؟ هذه الرؤية تقيد بزمان أو بمكان؟ هذه رؤية مطلقة ليس فيها من ماض ولا حاضر ولا مستقبل، على طول الخط. الذي رؤيته هكذا يحتاج إلى أن تختمر الفكرة في ذهنه. هذا أنا الذي تختمر الفكرة في ذهنه. هناك حادثة حقيقية في إيران كان قارئ الدعاء يقرأ الدعاء في أحد المساجد في أحد الحسينيات، دعاء من أدعية الفرج: يا من هو في الأفق الأعلى، يا من هو في المنظر الأعلى،
يا من يرى وهو لا يرى، كان يقرأ هذا المضمون الذي ورد في بعض أدعية الفرج، يخاطب الله سبحانه وتعالى: يا من يرى، يرى الأشياء وهو لا يرى، لا يرى بعيوننا الباصرة. لكن هذا القارئ الإيراني كان يقرأ الدعاء بشكل معاكس: يا من يرى وهو لا يرى. فكان خلفه أحد رجال الدين وكان ضريرا، فكان يردد فيما بينه وبين نفسه يقول: وهو أنا. لأن الذي يرى ولا يرى هو هذا الأعمى وليس الله، أما الله فإنه يرى وهو لا يرى. لكن القارئ كان يخطئ في القراءة فيخاطب الله بهذه الصيغة: يا من يرى وهو لا يرى. فكان هذا الشيخ الضرير يردد وراءه يقول: وهو أنا. فأنا أقوم بنفس الدور حينما يقول محمد باقر الصدر: ولما اختمرت الفكرة في ذهن فاطمة اندفعت لتصحح أوضاع الساعة، أقول له: هو أنا وأنت، نحن الذين تختمر الفكرة في أذهاننا. يا محمد باقر الصدر، هؤلاء محمد وأهل محمد، لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك، هكذا يعلمنا صاحب الزمان في دعاء شهر رجب أن نعتقد فيهم، لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك. فهؤلاء لا تختمر الأفكار في أذانهم. أنا لا أدري هل أستمر، فإن الحلقة قد طالت والحديث كثير طويل. نلتقي غدا، نلتقي غدا إن شاء الله تعالى، كي نرى أين الصلاح والإصلاح هذه الكذبة الكبرى التي كذبها علينا مراجع النجف وكربلاء. وهؤلاء هم كبار مراجع النجف وكربلاء يتخبطون في ضلالهم. عندنا تطبيقات سأطبق على محمد باقر الصدر، وسأطبق على السيستاني، وسأطبق على محمد الشيرازي وعلى غيرهم، كي تعرفوا ضلال مراجعكم، وكي تعرفوا لماذا أقول هناك تشيعان، هناك تشيع زهرائي للحجة ابن الحسن، وهناك تشيع سبروتي لمراجع النجف وكربلاء الذين لا صلة لهم بصاحب الزمان. هؤلاء نواب لصاحب الزمان، صاحب الزمان يختار نوابا بهذه العقائد الضالة. ماذا تقولون أنتم؟ على أي حال، زهرائيون نحن والهوى، والهوى زهرائي، زهرائيون نحن يا بقية الله،
والعشق كربلائي. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.